وبالعودة إلى خبر اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية قادمة إلى البحرين، معنا عبر الهاتف المحلل السياسي طارق العامر. مساء الخير أستاذ طارق. مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام. أستاذ طارق، لا شك هذا سلوك قطري عدائي، وصفه بيان الخارجية البحرينية بالمتكرر خلال الفترة الماضية بما يهدد سلامة الطيران المدني، كيف تعلق على ذلك؟ للأسف يعني التصرف أقل ما يوصف بأنه تصرف غير مسؤول وينم عن عقلية تدير النظام في قطر بعقلية متهورة، أغرب عن التصرفات الغير مسؤولة، لم تراعي أواصر العلاقات الأواصر التي تربط شعوب منطقة الخليج بين بعضها بعض، وتسعى إلى زج بالمنطقة في تكون مواجهة عسكرية، وبالتالي لزوما على المجتمع الدولي اليوم أن يقف موقف قوي إزاء هذه التهديدات الإيرانية، إزاء هذه التهديدات القطرية التي تهدد أمن المنطقة وعدم السكوت عنها. نتمنى بالفعل لأن هناك تصرف على مستوى مجلس الأمن المتحدة إزاء هذا التهديد، لأن المنطقة كلها أصبحت الآن عرضة لهذه التصرفات القطرية الغير مسؤولة والتي بالفعل تهدد أمن المنطقة. نعم، إذن المحلل السياسي طارق العامر، شكرا جزيلا لك.